أشاد تقرير وزارة الخارجية وشؤون الكومنولث البريطانية أشاد بالتقدم الذي حققته مملكة البحرين في مجال حقوق الإنسان والحريات. حيثما وليت وجهك تجد منهجا وطنيا راسخا وثابتا في ملف حقوق الإنسان، منهجا اخططه جلالة الملك المفدى ليغدو ركيزة من ركائز التنمية والتقدم، وبمؤسسات دستورية وترسانة تشريعية بات يشار للبحرين بوصفها نموذجا في المنطقة. أحدث تلك المؤشرات ما ذكره تقرير وزارة الخارجية وشؤون الكومنولث البريطانية، فقد أثنت الوزارة في تقريرها على سجل مملكة البحرين الإيجابي في مجال الحرية الدينية التي تندرج ضمن منظومة حقوق الإنسان، واستعرضت أبرز أوجه التقدم في هذا الملف، مشيرة إلى دور مركز الملك حمد للتعايش السلمي في إبراز المقاربة الإيجابية التي تبنتها البحرين في إعلاء قيم التسامح والتعايش والحرية الدينية على الأصعدة كافة. كما أبرز تقرير وزارة الخارجية البريطانية دور الأمانة العامة للتظلمات في ضمان الالتزام بقوانين المملكة والمعايير المهنية للعمل الشرطي، كما أثنى التقرير على إنجاز مملكة البحرين في تحقيق الفئة الأولى في مكافحة الاتجار بالأشخاص، وذلك في تقرير وزارة الخارجية الأمريكية لتكون المملكة بذلك الدولة الوحيدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي تتبوأ هذه المرتبة. وأشاد التقرير البريطاني بالخطوة الإيجابية التي اتخذتها مملكة البحرين من خلال الشروع في تطبيق العقوبات البديلة، والتي مثلت تطورا مهما في التشريع الجنائي في مملكة البحرين. وفي هذا السياق استعرض التقرير الخطوات المتقدمة في المنظومة القضائية في مملكة البحرين.